الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أرسلك الله الصلاة والسلام عليك يا مؤيدا بنصر الله الله للعالمين صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين قمر وجميل سيدنا النبي وجميل
الهدى ذو المعجزات على المدى وشفيعنا جمعا غدا باب الرضا سعدنا فحبيبنا غاب الجنى يا ربنا اسعدنا به يوم الحساب بجمعنا طب الله، يعني انا اقول ايه بعد الجمال ده كله؟ يعني انا عايزه اتحول الى مشاهده ومستمتعه بالغناء ده. يعني المنشد الجميل محمود التهامي منورني، وكل العازفين المهرة الجمال دول منورنا. كل سنه وانتم طيبين جميعا. كل سنه وحضرتك طيبه، ويعني شاكر الدعوه الكريمه. وبمجرد ما قالوا لي انها نحي ليلة عرفات مع حضرتك، طبعا يعني جيت وكل سعادة وكل ترحاب. وسبحان الله، يعني هذه ليست المرة الأولى اللي بنحيي بيها. تقينا كتير أنا وإنت. يعني ده من طيب سعادة. أنا دايما في كل لقاء بلاقيك بتطور طول الوقت. أنت يعني من نهج الرائع طبعا العظيم ياسين التهامي، يعني بس أنا شايفة إضافات طول الوقت. أولا حتى شايفة الآلات فيها إيقاع شبابي، في عندك مزج كده ما بين الحديث والقديم والأصالة والجمال. يعني كلمني عن أنت إزاي بتعمل الشكل الرائع ده. بطبيعة التأليف الموسيقي وفن الهارموني، كل فترة معينة، يعني كان قبل 1900 كان كل 50 سنة الأداء الأداء في الموسيقى والفنون عموما بتمر بمرحلة تطور في التأليف. بس الفترة الأخيرة أصبح كل 10 سنين، يعني في سرعة رهيبة طبعاً في التطور. طبعا عندك كمان تقعد في البيت على الكمبيوتر تعمل حاجات كتير بالزبط. مختلفة. ففي تطور كمان في الهندسة الصوتية، في تطور في الهارموني. فعلشان خاطر فن الإنشاد يستمر، لا بد أن نواكب بكل المتغيرات العصرية مع الحفاظ على الأصالة والكلمة والمعنى. فن الإنشاد في مصر طول عمره عريق. أولا يعني إحنا مصر يعني أساسا يعني كمية الآثار الإسلامية والحضارة الإسلامية اللي موجودة، ومساجدنا وأماكننا والبيوت والأسبلة وكل الحاجات الحلوة اللي موجودة في مصر مرتبطة قوي بفن الإنشاد، وهو قديم جدا والناس بتحبه طول الوقت. كلمني عن، يعني انت بقى من الاجيال الحديثه في هذا الفن، يعني ايه اللي انتم محتاجينه اكتر؟ يعني لو احنا بنتكلم على يعني انشاد طول الوقت بنتقدم سنه بعد سنه. والله سبحان الله، يعني فن الانشاد ليه واقع وجداني في يعني وجدان المصريين، وليه اثر كبير جدا. والحمد لله ربنا يعني شرفني في الفترة الأخيرة، احنا من 2014 أنشأنا مدرسة لتعليم فن الإنشاد وللحفاظ على التواشيح المصرية القديمة وإعادة
تصديرها وتقديمها للشباب والأطفال والمشايخ، والحمد لله في إقبال غير طبيعي على مستوى الجمهورية. بيجيلك منين محافظات أكتر؟ أنا بيجيني من أول المطروح لحد أسوان، وبيجيني من خارج البلاد، وبيجيني من برا مصر. والحمد لله احنا برضو بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، مدرسة الإنشاد تواجدها حاليا في قصر الأمير طاز. ده القصر بتاعي. طبعا. يعني أنا قدمت أحلى برامجي في قصر الأمير طاز. والله كل ما أروح أجرالك الفاتحة. تجرالي الفاتحة بالظبط. طيب أنا هنا عايزة أكلمك عن حاجة. أولا أنت عارف أنه إحنا بنقول مصر دايما مبدعة. وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتبدأ الحقيقة يعني منتدى للإبداع. فأنت شايف أنه كمان يبقى فيه إبداع للمنشدين، يعني المنشدين والمداحين. يعني زمان كنا نقول المداح فلان الفلاني. أو المنشد فلان الفلاني. شايف أن دي برضو هتبقى تتمنى أنها تبقى موجودة في منتدى الإبداع؟ أتمنى لأسباب كثيرة. إحنا وزارة الشباب والرياضة لما عملت مهرجان إبداع السنة الأولى والثانية ما كانش الإنشاد فيهم. جت في السنة الثالثة من إبداع ودخلت الإنشاد. حاليا الإنشاد من أول سنة من أكبر اللجان وأكبر المسابقات في مسابقة إبداع العمومية في جميع الفنون، أكبر مجال الإنشاد. وبشكر وزارة الشباب والرياضة لأنها للأمانة مش بتسيب أولادها، يعني اللي بيطلع في إبداع مش بتسيبه، لا أسسنا أوركسترا لوزارة الشباب والرياضة خاصة بالإنشاد، وهو الأوركسترا الأول في الإنشاد على مستوى العالم. وبسم الله ما شاء الله حاليا ولفيته أنت لفيت دول كتير. لفينا والشباب كمان من اللي اتخرجوا من إبداع بسم الله ما شاء الله شرفونا في محافل دولية. المنشد محمد طارق حصل على أول في منشد الشارقة. السنة اللي فاتت محمود هلال كان محمود سنة 2016. السنة اللي فاتت كان معانا محمود هلال، كان أول الشارقة برضو يعني. نعم. في المنتج. والسنة دي كان معانا المنشد مصطفى الشافعي، كان برضو كان من الحائزين على مركز أول في إبداع، وشرفنا برضو في منشد الشارقة، ولكن للأسف جانبه التصويت. إن شاء الله السنة الجاية يبقوا مشرفينا في منتدى الإبداع الخاص بالمتحدة ويبقوا من الأوائل كمان. إحنا بفضل الله أكيد. المنشدين بسم الله ما شاء الله يعني موجودين وعلى استعداد في كل وقت. ليكوا علاقة بنقابة المهن الموسيقية؟ نعم. إيه بقى العلاقة بينكوا هنا؟ العلاقة إن إحنا المفروض إن إحنا شعبة في نقابة المهن الموسيقية، ولكن أنا كنت اتكلمت قبل كده في هذا الأمر إني للأسف شعبة مهملة، يعني على كتر كل المنشدين المتواجدين في مصر، فعايزين اهتمام أكتر. فكنا عاوزين اهتمام، وطلبت ده من 2007 من 2008 من أيام عم منير الوسيم الله يمسيه بالخير، وطلبت ان احنا عاوزين عضويات اكتر، لان احنا حاليا اكتر من 7000 منشد في مصر. ولكن شعبه الانشاد كم 100 واحد، فللاسف هي شعبه مهمله. وده اللي خلاني يعني لما ما لقيتش اي رجاء من الاهتمام بشعبه الانشاد، وخاصه ان الانشاد يعني محتاج تركيز، لانه الانشاد على راس القوى الناعمه المصريه طبعا، ويؤكد الهوية المصرية. طب أنا عايز أسألك سؤال، إن شاء الله يتم الاهتمام، وأنا شايفة أن الدولة نفسها في اهتمام كبير، سواء وزارة الثقافة أو زي ما قلت أنت وزارة الشباب، وكمان الإعلام يعني ممثل في شركة المتحدة، وسيادة الرئيس بنفسه بيدعم الفن الهادف والفن الأصيل. صحيح. والتراث المصري. صحيح. أيا كان، سواء كان التراث المصري في المبنى أو المعنى. الحقيقة. فطبعا يعني ان شاء الله الحمد يحصل لله. طيب ايه رايك نسمع حاجه دلوقتي؟ تمام. تقول لنا حاجه ونرجع نكمل كلامنا، لانه انا عايز استمتع قد ما اقدر. خد بالك احنا كمان في ليله بقى يعني الوقوف بعرفه، يعني اكيد الحجيج يا رب يفتكرونا بالدعوات الحلوه يا رب. وناس كتير الحقيقه هتبدا السحور في هذه الليله، يعني اللي موجودين يعني خارج المناسك او الاراضي المقدسه. بمناسبه ليله فممكن نقول حاجه، هنقول حاجه خاصه بالحجيج. جميل. على ذكرك لهذا الأثر، قصيدة لسيدنا عبد الرحيم البرعي. الله. وهو رايح الحج في القافلة
فقبل أن يصل إلى الحج مرض مرضا شديدا ووافته المنية. لم يصل إلى الحج قبل أن وهو على مشارف الـ 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 الأراضي المقدسة. فقبل أن يصل إلى 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 إلى, إلى هذه لما وافته المنية أنشد قصيدة يا راحلين إلى منى بقيادي. هذه القصيدة أنشدها وانتقل إلى وجه الله. سبحان الله، وكأنها هي رسالة ختامية. نعم. حلوة من الدنيا. نعم، أنا تعمدت في أداء هذه القصيدة، اخترت اللحن أن يكون شجي وحزن لأنه راجل رايح يحج ولم يوفق، ولكن في التوزيع والأداء الموسيقي في نوع اخترت المكسوم عشان يكون في نوع من الفرحة اللي هي فرحة الحج. لا، وفرحة إن شاء الله قبوله بإذن الله. هو يعني طالما طلع ربنا من بيتهم ونوى النية فهو من المقبلين. ربنا حيكرمه يعني يا أكيد رب. يعني يا رب. تفضل. تفضل يا راحل. يا راحلي إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا الشوق أقلقني وصوت الحادي يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أغلقني وصوت الحادي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا عند الطواف متيما، صب انضراب الشوق والإبعاد، يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار الشوق أغلقني وصوت الحادي. ضحاياهم وسال دماؤهم،
الملوع قد نحرت فؤادي يا راحلين إلى منى بقيادي هيش دموع يوم الرحيل فؤادي زرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أغلقني عاشق متفكك الأكباد الشوق أغلقني وصوت الحادي يا راحلين إلى منى بقيادي هيش دموع يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي نجوم التاسعة حلمك ممكن يبقى حقيقة من كل محافظات مصر صوتك حلو حلمك تغني تبقى ستار بتكتب شعر خيالك واسع نفسك قصصك تبقى حقيقة ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة عرفنا بنفسك وبموهبتك اسمك تليفونك محافظتك غناء ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين غني وسمعنا صوتك شعر ارسل اهم ثلاث نماذج من كتاباتك PDF كتابه ارسل قصه قصيره من ابداعاتك PDF مستعد جاهز اخر ميعاد للتقديم 15 يوليو نجوم التاسعه اسهل واسرع طريق تعرض فيه موهبتك على قناة مصر الأولى يعني تعرفوا ببقى سعيدة جدا مع برومو نجوم التاسعة التنويه الخاص بيهم لأنه المبنى ده قدم نجوم كتيرة جدا ومش هننسى مثلا لما كانوا بيعملوا مثلا فيلم بتاع سعاد حسني التلفزيون والموهبة بتطلع من هنا فبيرجع تاني التلفزيون يعني هو يبقى المبنى الصرح الحقيقي لمواهب كتيرة جدا النهاردة نتكلم على حلقة إبداع اهتمام المتحدة وأيضا نجوم التاسعة هنا برضو أيضا تحت الاهتمام أيضا فدول شباب بنحاول نفتح معاهم في كل المحافظات نشوف المبدعين في مجالات كتير ونسمعهم رأيك إيه؟ أنا بشكر يعني بستغل البرنامج إن أنا من أوجه تحية شكر للمتحدة لأن بمجرد ما بدأت بالاهتمام بالمواهب الحقيقية يعني الدوم طبعا كانت تجربة ثرية أيوة. بس نتمنى أن المرة اللي فاتت بقى يدخلوا مجال الإنشاد أكيد في الإبداع منتدى الإبداع ده أكيد هيكون منتدى فيه. الإبداع إن شاء الله موجودين فيه وأنا عايز أقول لحضرتك أن في متسابقين كثيرين كانوا في برنامج الدوم من أبنائنا المنشدين الأصواتهم الحلوة اللي أصواتهم طيب حلوة طيب تعالى نكمل كلامنا نشوف حاجات وناخد رأيك هنشوف بعض الشباب اللي بعتوا للتاسعة واللي بجد أكيد موهوبين خلينا نشوف كده مع بعض ساندني في وقت الميل يا شايلني في وقت الناس مش بتشيل الكل ساب وانت يا صاحبي انتبهت الكل كان بيجرح فيا وانت تداوي في جرحي وتخيط ابصم لك يا صاحبي وبالعشره لو لفيت الدنيا مش هلاقي زيك يصوم عشره هو صحيح محلها وغلا معرفش انا
هو صحيح الهوى ملا ما عرف شال والهجر قالوا مرار وعذاب واليوم اليوم اليوم بسال جاني الهوى من غير مواعيد وكل ماذا حلاوته تزيد واللي اجيب مين يقرا ومين يسمع كلامي واجيب لك مين يحكي نار شوقي وغرامي واللي اجيب مين يقرا ومين يسمع كلامي واجيب لك مين يحكي نار شوقي وغرامي من الاتنين والله خدوا مني ليالي كل ده كان فين والله كان ملك ومالي قولي عمل لك ايه قلبي يعني بجد انا سعيده جدا بحيي الموهوبين من المينيا جونيور ملاك وبحيي من الجيزه وبحيي كمان من منوفيه فانت عندك ثلاث محافظات ثلاث شباب ايه الملاحظه الاولى اللي انت شفتها الملاحظه الاولى ان الشباب بسم الله ما شاء الله مهتم بقديمه وفعلا اللي مالوش اللي يعني اللي مالوش تاريخ مالوش مستقبل صحيح فانا سعيد ان الشباب بيقدموا مواهبهم من خلال التراث المصري والعبق الاصيل الذي سيظل في وجدان العالم العربي والوجدان العالمي انا بس يعني عارف انا سعيده بايه سعيده ان احنا دايما نتهم الشباب انه بتقولوا حاجات تافهه وركيكه بالعكس البنت بتقول قصيده هايله وعندها نعم. حضور رائع نعم. الشاب اللي اتنين واحد بيغني والتاني بيعزف عود يعني وبيغنوا حاجه لست ام كلثوم نعم. والتالته الفايزه احمد فايزة الاصوات أحمد. يعني كله حاجات مش من الحاجات الحديثه يعني بسم الله ما شاء الله عليهم يعني انا بس انصح الاخير فوزي ايوه وخاصه انه من المنوفيه والمنوفيه دي من البلاد العزيزه على قلبي انه يعني اهتمامه بالعرب الكتير يعني افقدوا نوع من السلطنه طب اديله حته كده في اللي هي قول لي عمل لك ايه قلبي يقولها ازاي لا هو يقولها زي ما يقولها بقى العظيمه فايزه احمد ما هو برضه مشكلته انه بيقول لمين يعني العظيمه فايزه احمد برضه مش اي حد يقول لك هم لسه مواهب ومحتاجين الدعم ده نعم. يعني نعم بس لا بس هو اختياره موفق ولكن اختياره صعب برضه فايزه احمد مش اي حد يعرف يروح للحته دي القديره فايزه احمد الله يرحمها احنا عموما بنشكرهم وهيفضل دايما نجوم التاسعه منبر موجود علشان كنت يعني ترسلوا كل الإبداعات اللي عندكم وكمان بتصوروا بالموبايل وبراحتكم واللقطات لطيفة جدا وإحنا في انتظار المزيد والمزيد ودايما هنكون معاكم هنا بنقدم لكم كل الحاجات اللي انتوا بتقدموها علشان يكون نجوم التاسعة هو مكانهم وده شيء جميل نرجع بقى للإنشاد وانتوا بتغنوا كده مش عارفه ليه دار في دماغي عايزه اسالك السؤال ده احنا بنشوف مدحين ومنشدين في العالم العربي الحقيقه كتير وكمان في المغرب العربي ايه الفرق بيننا وبين المدارس الاخرى سواء في العالم العربي او المغرب العربي قصدي الخليج يعني او المغرب العربي لا مصر يعتبر يعني جاءت ثم جاء التاريخ الانشاد يعني جاء في البرديات ان الانشاد كان من ايام الفراعنه صحيح. والتوحيد وكل ده حتى يعني القرآن الكريم لما نزل بمكة ودون بالشام وقرأ بمصر فمدرسة التلاوة الأصيلة كانت المدرسة المصرية من القرآن الكريم وفن وأحكام التجويد جاء الإنشاد محمل بعبق وتاريخ وثقافة ولغة
وطبعا الأزهر الشريف يعني أنا بلاحظ في إيقاعاتك في الفن المصري أنت تنشد ولكن في الإيقاع في المقسوم في آلات كتير في كيبورد يعني عندك آلات حديثة وعندك فن مع الإنشاد الديني يعني. نعم ده هو الطقس المصري ده أنا عايز أقول لحضرتك أن احنا الحمد لله احنا عندنا حاليا مشاريع عالمية يعني أنا عندي مشروع عالمي اسمه الإنشاد بموسيقات العالم وبلغات الشعوب وبثقافة الشعوب الموسيقية يعني أنا ليا بعض يعني أنت تغني مصري وحد يغني مثلا في أمريكا حد يغني فرنساوي حد يغني إسباني دي من ضمن اللي إن شاء الله يعني المشاريع القادمة ولكن المشروع الحالي أني بأقدم اللغة العربية الفصحى بروك وبوب وراي وهاوس حلو قوي وريجي علشان خاطر نشر ثقافة اللغة العربية الفصحى بالموسيقى بالموسيقى كانت في أوروبا والدول الغربية طيب إيه علاقتك بمحلات العصير؟ يعني دفع لهم كام عشان يقعدوا يحطوا الاغنيه بتاعتك على طول الوقت لا هي يعني الناس كده لذيذة على السوشيال ميديا لا انا اقول لحضرتك على بيعلقوا على الموضوع ده الصعايده ربنا يبارك فيهم وليا الشرف بانتمائي لهذا طبعًا الكيان طبعًا الاصيل والصعيد المصري الاصيل طبعا الصعايده بسم الله ما شاء الله يعني على مستوى العالم وليس على مستوى مصر فقط يعني احترفوا هذه المهنة ومن ضمن الحاجات الكثيرة اللي احترفوها يعني عندك في بلد عندنا اسمها بني سميع دي لما تروح كندا تلاقي محلات العيش الآلي والمخبز الآلي من البلد طيب عشان الوقت تقول لي بس جملة من الأغنية دي اللي هي منتشرة لا جدا لا اللي هي كاد من فرط الجمال أزل أيوة أكاد أنا طبعا ما فيش محل عصير إلا ولازم بيشغلها لا ده أنا يعني كمان هروح اللي هم بيدوا التصريحات بتاعه الافتتاح السجل التجاري عشان يعمل محل عصير لازم يحط فيها ان لازم يشغل اكادو من فرط الجمال ده اساس يعني اساسي طيب خد بالك وهي محل انا عصير ما عنديش مش هيشغل وقت كتير اكادو من فرط الجمال ازوبة يا جماعه نسحب منه الرخصه معاك اكيد بالظبط ما عنديش وقت كتير هسمع منها حاجه صغيره قوي طبعًا. وبعدين عشان نختم معاك تمام يلا بينا اكادو من فرط الجمال بيت صول الأزكار الله الله الله
قلوبا نال منها ارحم قلوبا نال منها شحوب من يغفر زلات غيرك سيدي إني سعيد إذا أتيت أتوب. الله 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 كله أجمل من بعضه. الوقت دايما بيجري. يعني أنا بشكرك وبتمنى لك التوفيق ودايما تبقى مبدع ودايما يبقى فيه مبدعين مدحين منشدين دايما حاجة جميلة كده باسم مصر نسمعكم طول الوقت. يا رب يبارك في حضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة. وانتوا طيبين. وأنا دايما بس عاوز أقول للسادة المشاهدين فيما يخص إشكالية النقابة أنا قبلت دعوة الأستاذة لأني ما أقدرش أرفض لها طلب وتعمدنا أنا وهي أن الليلة تكون روحية إن شاء الله وروحانيات كله كويس. وكله هيتحل إن شاء الله بالقانون وبالعدل. إحنا في دولة أكيد. قانون إن شاء الله طبعا أكيد وكله هيبقى حلو. على بال ما أنت تحضر تكبيرات العيد أنا هشكر مشاهدينا. نختم معاك في تكبيرات العيد. مشاهدينا أنا بشكركم شكرا جزيلا. غدا وبعد ساعات قليلة جدا يتوجه حجيج بيت الله إلى الوقوف بعرفات. يا رب كل الناس اللي بتحج تكون غانمة سالمة وحج مبروك ويرجعوا إلى مصر إلى بلادهم بكل الخير بإذن الله. أما كل المسلمين في بقاع الدول الإسلامية والعربية يا رب يتقبل منا عيد أضحى جميل. مبروك عليكم بالخير واليمن والبركات. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. عجب الصور. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله